زمايل عندنا مهندس كده عبد الفتاح امين عام الجمعيه، سعدني وشرفني ان اقدم المحاضره النهارده. هيقدم لنا الدكتور اشرف، يعني اللي حضر المره اللي فاتت عارف واللي ما حضرش المره دي هيعرف. هو من الناس اللي احسبهم على خير، يعني بيتميز بملكه توصيل المعلومه، عنده قدره توصيل المعلومه بالسهل والممتنع. انا مهندس مدني، استمتعت جدا، كنت مش عايز اموت، تعلمت كهرباء رغم ان انا الوالد مهندس كهرباء وبتعلم على ايدي كتير حاجه كتير قوي. الكهرباء زي ما احنا قلنا قبل كده مسموح لك بغلطه واحده بس، الاولى هي الاخيره، فلازم تنتبه. تشتغل في الهاي فولتج، عارف المواضيع دي. انا اشتغلت شويه في الهاي فولتج في الصيانه، فالكهرباء لازم الدقه، ما فيهاش هزار. يعني مدني مثلا لو حيطه مش مشكله هننزلها، لكن الكهرباء لو لدعتك هتاخدك بالحضن مش هتسيبك تاني. وانا شفت بعيني ناس عدم موضوع الامان في المشاريع. انا مش عايز ادخل في مواضيع كتير لان المواضيع شيقه جدا، وعايز استمع معاكم. الامان في المشاريع عمليه مهمه جدا، رجاء منكم عدم التهاون فيها. الامان في المشاريع هي السلامه، سلامه العمال والسلامه الصحيه. انسوا ان تسامح حد فيها. انا استشاري ريزر جدا في الموضوع ده، مش كراهيه في الماء قوي، لا، انا خوفا على الناس. انا هديكم مثال بس بسرعه كده. لما اطلع الاقي نجار واقف لابس شبشب بصباع اللي هو الطري ده، طب ترد عليه تقول ايه؟ انا طردت من الموقع، مش لسبب، لان لو المسكين ده لو المسمار دخل في رجله هتجيله غرينة او حاجه هيموت. فانا بعمل الكلام ده لانقاذ الحياه. احنا دخلنا في موضوع جانبي برضه، الكهرباء نفس الحكايه، ممنوع انك تمد ايدك على اي حاجه قبل ما تامن نفسك، خصوصا ان انت هتشتغل في الباور ديستريبيوشن. الموضوع ده خطير وبسيط جدا، هتستمتعوا النهارده بالمحاضره. وهنبتدي بمجموعه اسئله في الاول، وبعدين هناخد في اخر المحاضره الاجابات مره ثانيه عشان نشوف مدى استيعابكم او مش استيعابكم، مدى تمتعكم بالمحاضره النهارده ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله دكتور اشرف، والله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا بيكم. ان شاء الله النهارده هنبدا، كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده او اتكلمنا في محاضره هنا عن الجزء الخاص بالباور سيستم ديستريبيوشن. اشتغلنا اول سيكشن كان الكابلات، يعني لو هنتكلم النهارده عن الكابلات بالتفصيل. المحاضره الاولانيه اللي احنا خدناها، الناس اللي ما كانتش حاضره كده، كان في محاضره قبل كده اديناها هنا في الجمعيه، كنا بنتكلم عن البيزك اوف الكتريسيتي اللي هي ايه؟ القواعد الاساسيه بتاعت الكهرباء. لان كان في ناس طبعا من الحضور، كان في ناس مهندسين معماريين، مهندسين انشائيين، في واحد مش مهندس، تمام؟ في واحد فني مثلا معماري او مش عارف او ميكانيكا او اي حاجه، فهو عايز يفهم كهرباء. فاحنا ان شاء الله هنبدا واحده واحده كده، هنراجع جزئيه على السريع كده في 10 دقائق، هندي اسس الكهرباء العامه، تمام؟ الكلام ده احنا استطرقنا فيه المحاضره اللي فاتت كتير. وهندي لك المين النهارده بتاعنا في الباور سيستم سوليوشن عن الكابلات. عن الكابلات، انت تعرف ايه عن الكابلات؟ الفكره في موضوع الباور سيستم ديستريبيوشن هي عباره عن مجموعه محاضرات ورا بعض. انت عشان توصل ان انت لميت باور سيستم ديستريبيوشن لازم تعرف سيكشن. ازاي؟ ان انا اعرف مثلا الكابلات، اعرف شويه عن السيركت بريكر، اعرف شويه عن اللوحات، اعرف شويه عن المحولات. زي ما شفنا كده المره اللي فاتت، احنا بنتكلم في الشغل بتاعنا بثلاث حاجات. اي مشروع، اي مشروع، تمام، بيبقى في ثلاث اطراف او اربع اطراف موجودين في المشاريع بتاعتنا. حد فاكر الاطراف بتاعه المشروع او يعرف ايه اطراف المشروع؟ لو انا عندي اي مشروع هبدا اعمل اي مشروع، في ثلاث اطراف رئيسيين او اربع اطراف. كونتراكتور، المقاول، والاستشاري، الكونسلتنت، ومين تاني؟ والسبلايرز طبعا، تمام؟ السبلايرز ومين؟ الكاستمر او اللي احنا بنسميه الاند يوزر مثلا. في ناس
بتقول عليه طبعا الاونر. في حالات بيبقى الاونر هو الاند يوزر صح، في حالات بيبقى الاونر ده بيبني مثلا فيلل او بيبني منشات وبيديها لحد بيستخدمها، فهو بيبقى فيه حد اسمه اند يوزر. طبعا زي ما قلنا احنا النهارده هنتكلم عن الكابلات، في كده ورقه كده هديها لكم كل واحد بس يعني في 5 اسئله يجاوب عليهم قبل ما هنبدا، بس مش دلوقتي يعني نستنى 10 دقائق كده على بال ما يعني الناس تكتمل وتيجي. تمام، هنبدا بس نراجع اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. لو الناس فاكره احنا اشتغلنا شويه حاجات كده عن البيزكس اوف الكتريستي، البيزكس اوف الكتريستي اللي هي الحاجات الرئيسيه اللي هو اي حد مهندس كهرباء لازم يبقى عارفها، يعني اي حد لازم يبقى عارف شويه قواعد كده اساسيين يقدر يشتغل من خلالهم. ليه الكلام ده؟ لان بلاقي واحد مثلا مهندس خريج تقول له مثلا الباور الخاصه بالترانسفورمر ده كام، يقول لك الترانسفورمر ده مثلا 1 ميجا وات. هل الكلام ده صحيح؟ هو ما عندهوش البيزكس اللي تخليه يقدر يشتغل. طيب تلاقي واحد مثلا يقول لك طب الكابل ده لما يكبر الكروس سكشن اريا بتاعه يمر فيه تيار اكبر ولا اقل؟ الكابل لما يمر فيه او لما الكروس سكشن اريا بتاعته مساحه المقطع تزيد يمر فيه تيار اكبر ولا اقل؟ يمر فيه تيار اكبر. تمام، هنبدا نشوف الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل. ففي عندك شويه فيزكس كده اللي انت تقدر تشتغل من خلالهم وتفهم يعني ايه كهرباء عسكريه. الكلام ده احنا زي ما قلنا كده خدناه، فاحنا هنشتغل بسرعه هناخد الالكتريكال تيرمينولوجي او المصطلحات الكهربيه، هنشوف الريليشن شيب بتوين الالكتريكال بارامترز، هنشوف العلاقات بقى اللي هي كانت بتاعه الرياضه بتاعه الكليه ايام زمان، الباور بي بتساوي اي في في وفي مش عارف ايه ولازم تربط بينهم. هي الفكره ان انت تبقى دايما بقول ان انت تربط بين الشغل اللي انت خدته في الكليه اللي هو المعادلات وبين العملي، يبقى انت حافظ المعادله كويس جدا، ولما حد يحطك في ان انت تعمل سيليكشن لكابل بتلاقي نفسك بتخطأ مثلا في حاجه معينه. ليه؟ لان انت ما طبقتش الكلام اللي انت واخده ده او مش فاهمه كويس في الواقع العملي. فاول حاجه احنا خدنا في المحاضره اللي فاتت على السريع كده الكهرباء بتتكون من مصطلحين رئيسيين اللي هو فرق الجهد وشده التيار. فرق الجهد وشده التيار لو الناس فاكره ان انا حاطط هنا في السلايد حط بس ماسوره كده عشان افتكر الموضوع بتاع الكهرباء، كنت بقول لو انا عندي ماسوره حاططها على ارض افقيه تماما وحاطط فيها مجموعه من البلي او الكور طولها مثلا 100 متر 200 متر وعايز احرك البلي ده احركه من الطرف الاول للماسوره للطرف الاخير او الطرف الثاني اعمل ايه؟ واحد يقول لك ادف البلي ده صح؟ واحد يقول لك مش عارف اعمل ايه مثلا ضخ اعمل مش عارف. فالحل ابسط حل ان انا ارفع من ناحيه واحده صح؟ لو انا رفعت ايه اللي هيحصل؟ البلي ده هينزل اوتوماتيك. طب كل ما ارفع اكتر ايه اللي هيحصل؟ هينزل اسرع. طب هو البلي ده هو بينزل بيعمل ايه بقى في جسم الماسوره؟ هو ده اساس شغلانتنا النهارده في فهمك للبيزكس بتاعت الكابلات. لو انت فهمت الكلمتين اللي في الاول دول هتلاقي نفسك بتفهم الكابلات كويس جدا. البلي ده هو نازل زي ما احنا قلنا، كل ما بترفع الماسوره اكتر تمام كل ما البلي ده بينزل اسرع. هو بينزل بيحصل له ايه بقى؟ بيخبط في نفسه وبيخبط في جسم الماسوره فبيحصل احتكاك. طب الاحتكاك ده بيولد ايه؟ بيولد حراره. الحراره دي ممكن تبقى مفيده للكابل ولا مضره للكابل او للحاجه اللي انا همشي جواها الماسوره. خلينا في الماسوره الاول. مضره للكابل او مضره للماسوره اللي انا ليه بتسخن؟ انا عايز الماسوره تبقى في النورمال. طيب تعالى نحول الماسوره اللي احنا خدناها فكره الكهرباء جايه من الميكانيكا. جايه منين؟ الميكانيكا. الماسوره دي اللي احنا كنا بنميلها دي لما احنا عملنا ارتفاع من ناحيه الجزء الثاني الناحيه الثانيه اوطى شويه حصل فرق في المنسوب صح؟ فاحنا في الكهرباء بنسميه فرق الجهد. وحده قياسه الفولت. يبقى فرق الجهد وحده قياسه الفولت. طيب البلي ده اللي هو نازل ده هو الالكترونز. البلي اللي نازل جوه الماسوره ده هو الالكترونز. طب لما بينزل ببطء ولا بسرعه؟ مش ده ديبند على الفرق المنسوب؟ كل ما بعمل ارتفاع فرق المنسوب او اخلي واحده عاليه وواحده واطيه تمام في فرق بيحصل بينهم وبالتالي التيار ده او البلي ده بينزل اسرع. يبقى انا ده هسميه تمام شده ايه؟ شده التيار. يبقى انا عندي فرق جهد وفي عندي
شد التيار. طيب شد التيار دي تقاس بايه؟ اولا بنرمز لها بالرمز اي اللي هو الكرنت، وتقاس بمين؟ بالامبير. يبقى احنا اتفقنا ان انا عندي فرط جهد وفي عندي شده تيار. ده كان تعريفات الفولتج والكرنت. طيب تعالى نبدا نشوف. انا طبعا انا ماشي في الـ في الـ في الـ في القصه بتاعت الماسوره دي قبل ما نطلع. كل ماسوره طبعا هي بتخبط في البلي، ده بيخبط في نفسه الجسم، الماسوره بيحصل احتكاك. طب لو كانت الماسوره دي من الداخل ناعمه شويه فالبلي ده بينزل بسلاسه صح؟ طب لو هي خشنه تمام بينزل بصعوبه، وبالتالي انا اقدر اقول ان الماتيريال اللي بتصنع منها الماسوره دي تمام هي اللي بتدي مدى سماحيه مرور البلي ده او التيار ده جوه الكلب صح كده؟ فبالتالي طلع عندي مصطلح اسمه الريزيستنس او المقاومه. يبقى انا عندي دلوقتي ثلاث حاجات اللي هم عملوا لي قانون اوم في الاخر اللي هم مين؟ الفولتج والكرنت والريزيستنس. يبقى انا في عندي في واي وار، في واي وار، وهناخد علاقتهم ببعض وهنشوف قصه العلاقات دي مع بعض. طيب لما بنيجي نشوف في الكهرباء انواع الفولتج او انواع التيار، طبعا انواع التيار هي انواع الجهد. يعني لو انا عندي جهد دي سي وعندي جهد اي سي يبقى في عندي تيار دي سي وعندي تيار اي سي. ايه الفرق بين الدي سي والاي سي؟ فيزيكال مينينج، حد يعرف؟ ايه الفرق بين الدي سي والاي سي؟ اتفضل. الدي سي بيكون ثابت في الاتجاه. في الاتجاه بس؟ بس لا في القيمة والاتجاه. يبقى انا الدي سي بيبقى ثابت في الفاليو في القيمة وفي الدايركشن تمام؟ يعني ايه دي سي؟ يعني انا دلوقتي لو انا بصيت على الكيرف ده علاقة بين التايم بالسكن على المحور الافقي والتيار بالامبير على المحور الراسي. ممكن يبقى ده جهد مثلا، سواء كان شكل الجهد او التيار بيبقى واحد شكل الدي سي تمام؟ فانا بلاحظ لو انا عندي هنا كده عندي زمن واحد ثانية بطلع فوق بخبط هنا في الكيرف ده او في الخط ده بمشي كده بلاقي ده مثلا 5 ايه 5 امبير. لو انا مشيت بعده مثلا لايه؟ ثانية رقم 2 بطلع بلاقي نفس الرقم 5 امبير 3 ثانية 4 ثانية 5. يبقى انا كل ثانية عند كل ثانية بلاقي قيمة التيار ثابتة. او لو كان ده فولتج يبقى هلاقي قيمة الجهد ثابتة. يبقى الدي سي ثابت في القيمة والاتجاه تمام؟ ثابت في القيمة والاتجاه. معلش لو شرى سينوسويدا لكن عملت انفرتر لها بحيث قطعت الاشارة الثانية هتعتبر اي سي. يعني انت هتاخد لسه في انواع الاي سي. لو انت بصيت كده هتلاقي سكوير ويف مثلا. سكوير ويف شكلها اللي انت شايفه ده تمام؟ سكوير ويف يا شباب حد مش عارف سكوير ويف موجه مربعه. هل الموجه المربعه دي دي سي ولا اي سي؟ اي سي اي سي. لا السكوير ويف سكوير ويف اي سي. الاي سي ليه كذا شكل. الناس حافظه بره يقول لك لا انا حافظ اشكال الاي سي والدي سي. الدي سي شكله كده هو ده خلاص. لو انا جيت عملت في الانفرتر انت بتتكلم عنه لو عملت حاجه بيسموها شوبر ترانسفورمر، او انا جيت سيجنال ضربت هنا في بلس ضربت ده في صفر، ايه اللي هيحصل؟ الجزء اللي هيضرب في واحد بيقعد، الجزء اللي هيضرب في صفر يبقى صفر، وبالتالي انا هعمل سكوير ويف. بص كده يا باشمهندس انا ده عندي محور التيار وده عندي محور التيار بالامبير. فكره الدي سي ان انا عندي عند كل قيمه للزمن تمام قيمه للتيار. فانا لو انا عندي هنا مثلا 5 سكند 10 15 20 وهكذا، عند 5 سكند بطلع كده باجي عند الخط ده بروح على محور واي بلاقيه مثلا زي 5 امبير. بعديها بشويه زمن بقيس بروح الاقي التيار برضه 5 امبير، هنا تيار 5 امبير. السيجنال دي او الشكل اللي انت شايفه بتاع الدي سي ده تمام؟ ده دي سي ليه؟ لانه ثابت في القيمه والاتجاه، في الفاليو القيمه بتاعتي او اللي بنسميه الامبليتيود. وفي الدايركشن، يعني ايه في الدايركشن؟ انا مفيش حد هنا بيطلع مثلا كده اهو، شايف الاي سي؟ بص كده عندي على الاي سي. لو انا عندي زمن هنا واحد مثلا او خلينا زي دي 5 مثلا 10 15 20 25 30. لو انا عندي 5
معايا؟ هطلع كده لفوق، هخبط في الكيرف كده، هروح للواي، هلاقي نفسي مثلا سي هنا عند 2 امبير. بعديها بشويه طلعت هنا كده بيدي 4 امبير. جيت في النص هنا وصلت للماكسيمم او بنسميها البي، وصلت ل 5 امبير. طيب بعد كده هنزل تاني ل 4 امبير، 3 امبير، 2 امبير، لحد ما اوصل هنا ببقى ايه؟ صفر. بعد كده بقلب الاشاره، يعني انا هنا كنت بوزيتيف، هنا هكون نيجاتيف. يبقى انا هلاقي نفسي سالب 1 فولت، 2 فولت، 3 فولت، 4 فولت، 5 فولت، لا او امبير، لحد سالب 5 امبير هنا البيك بتاعتي. وبعد كده بزيد لحد ما اكمل الدوره الكامله. الشكل اللي انت شايفه ده اي سي. طيب لو انا رحت السكوير ويف كده، بغض النظر السكوير دي موجوده عند الزيرو، يعني هنا 5 امبير عند الزيرو، ولا انت عاملها شيفت، يعني نصها تحت ونصها فوق، يعني ممكن تبقى كده. فشكل الموجه دي او الموجه دي ده اي سي. طيب اي سي تاني اللي هو مين؟ تراي انجل. الموجه المثلثه في عندي السو توز او اللي بيسموها سن المنشار. كل الاشكال دي انت ايه اللي بيحصل؟ بص كده يا باشمهندس، عند الزمن مثلا 5، مشيت كده لقيت نفسك موجه 5 امبير. 5 امبير، انت متخيل كده ان انا في الجزئيه دي انا خدت السكشن ده بس كان دي سي، بس انا مش واخد ده بس، انا باخد سيجنال كامله. هنا انا خلاص بقيت صفر صفر، بعد كده رحت قلبت تاني بقيت 5، يبقى انا دمت في تغيير يبقى انا اي سي. خلاص مش معقول يبقى في واحد مهندس ومش عارف انواع الاي سي والدي سي. لازم تبقى مركز، انا مش باخد جزء السيجنال ده. فالسكوير ويف، سكوير ويف هي نوع من انواع الاي سي. قولا واحدا، اتفضل. معلش يا باشمهندس، شو الهدف من الانفرتر؟ بصوا احنا عندنا في الكهرباء في مصطلحين، نحول من الاي سي للدي سي. في عندي مصطلحين هجاوبك، في عندي مصطلحين، المصطلحين دول مهمين جدا في الكهرباء، في الكهرباء بصفه عامه. في عندي حاجه بنسميها انفرتر وحاجه بنسميها كونفرتر. يمكن الناس اللي شغاله في الطاقه الشمسيه المهم عندها اللي هو الانفرتر، اللي هو بيحول من دي سي لاي سي. انا في النورمال عندي هنا بيطلع من السوكت دي، بيطلع عندي هنا في السعوديه مثلا 220 فولت اي سي، او بيطلع عندي 110 فولت اي سي. لو الابلكيشن اللي انت هتستخدمه زي اللابتوب زي الموبايل عايز دي سي، يبقى انت لازم تعمل له كونفرتنج. يبقى انت لو حولت، لو انت حولت من اي سي، يبقى انا لو اشتغلت حولت من اي سي لدي سي، يبقى انا اسمي كونفرتر. يا ريت المعلومه دي تبقى كاتبها. لو انا حولت من دي سي الى اي سي، يبقى انا اسمي انفرتر. تمام؟ يبقى انا في عندي مصطلحين، كونفرتر وانفرتر، حسب التطبيق اللي انت هتشتغل عليه. لو انا عايز السورس بتاعي اللي هيعمل جنريشن زي الالواح مثلا، الواح طاقه شمسيه، بتطلع لي او بتديني دي سي. الدي سي ده انا عايز اركب عليه كشافات دي سي، يبقى خلاص، او هشحن عليه موبايل دي سي، يبقى خلاص مش هحوله. يبقى انا هاخد الدي سي ده بس، تمام؟ هجيب حاجه بيسموها الباتري تشارجر او ستيبلايزر، واثبت الدي سي اللي طالع ده واديه للود. اللود هنا نوعه دي سي. طيب لو اللود نفسه اي سي، يبقى انا مضطر احول شكل الكهرباء الدي سي الى اي سي. عشان احول الدي سي الى اي سي هستخدم ديفايس اسمه انفرتر، هنتكلم عنه هنا ان شاء الله شويه، بس مش دلوقتي، مش في المحاضره دي. خلاص؟ طب اسال اسمعك. اتفضل. في السايد ويف انت قلت ان في تيار بالماينس، معناها ان هو اتجاهه بالماينس. هو الفكره في الماينس يا شباب ببساطه هي تغيير البولاريتي. تغيير البولاريتي، خدها كده عشان ما تتعبش نفسك. بمعنى انا لو انا عندي بطاريه مثلا كده بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف، معنى ان في تيار سالب، كانك قلبت البطاريه. قلبت ايه؟ البطاريه. ده انا افترض مثلا ان انا رايح كده، يعني انا دلوقتي هعمل زي المحاور اللي احنا بنشوفها، لو انا افترضت ان انا رايح يمين كده هو البوزيتيف، يبقى اي حد هيمشي يسار هيبقى نيجاتيف، تمام؟ يبقى انت عكست الاتجاه. طب هل الموجه دي لازم انا دايما بشوفها كده عند الصفر؟ لا، ما انا ممكن اركب دي سي واي سي سيجنال مع بعض. يعني اخد دي كلها كده واعملها شيفتنج لفوق. ففي عندي دي سي كارنت واي سي كارنت مع بعض، الكلام ده طبعا بنشوفه
بالاوسيلوسكوب او بنشوفه باجهزه القياس. هنشوف النهارده ان شاء الله في الجزء بتاع الكابلات ان انا في عندي طبعا تقسيم كبير جدا لموضوع الفولتج. هل الفولت ده زي ما اتفضل باشمهندس في الاول الكهرباء اللي هي الهاي فولتج واللو فولتج والميديوم فولتج. ايه الرينج؟ في رينج كده بيقول لك من كذا لكذا ده هيبقى لو، تمام؟ بعد كده بعد الرينج ده هندخل في الميديوم، بعد كده هندخل في الهاي، بعد كده هندخل في الالترا هاي، تمام؟ فهنشوف الكلام ده اهو، احنا خدنا عنه داتا قبل كده، قلنا والله انا في عندي لو فولتج وفي عندي ميديوم فولتج، حد فاكر القيم او الليمت اللي اقدر اقول لو انا قلت لك مثلا سي 380 فولت ده 380 اللي انت بتتعامل معاه او 220 او 110 ده لو فولتج ولا ميديوم فولتج؟ لو فولتج. لو فولتج اللو فولتج بيشتغل معايا لحد 1 كيلو فولت. معرفش السلايدات كده في حاجه كده مش مظبوطه. فانت اكتبها المعلومه تمام؟ لحد 1 كيلو فولت تمام؟ ده الليمت بتاع مين؟ يبقى من 1 فولت لحد 1 كيلو اللي هو 1000. ده في حاله الاي سي. في حاله الاي سي. ليه هو في الدي سي مختلف؟ ايوه لما هنبدا نفتح دلوقتي الكتالوجات بتاعت الشركات بتاعت الكابلات هتبدا تشوف ان في كونديشنز للاي سي وفي كونديشن للدي سي. واسالك سؤال دلوقتي اقول لك ايه الفرق بين كابلات الاي سي والدي سي؟ هنعرفها بعدين في اخر المحاضره ان شاء الله. فانا من 1 فولت لحد 1000 فولت في الاي سي ده لو. طيب من 1 فولت ل 1500 اللي هي 1.5 كيلو فولت في الدي سي، يا ريت المعلومه دي تبقى كويس جدا. يبقى انت في اللو فولتج اي فولت اللي اقل من 1000 يبقى ده لو. فحد الدي سي اللي اقل من 1500 خلاص؟ خلاص. طبعا هنا بنتكلم ان اللو فولتج عندي فيه، هندخل دلوقتي على السلايدات دي عشان الناس اللي بتصور الفيديوهات في حاجه بتصور في كاميرا هتاخد المحاضره متسجله وهدي لك السلايدات دي كلها ان شاء الله نشوفكم على الجروب. عشان ما تتعبش نفسك بس في يعني انت لو في نقطه عايز تكتبها اكتبها بس ركز معايا. انا هنا هبدا اشتغل بعد ما عرفت ان في اي سي ودي سي دخلت في الاي سي. جوه الاي سي في عندي حاجه بنسميها سنجل فيز وثري فيز. سنجل فيز وثري فيز. السنجل فيز كان هنا في المنطقه كان 110 اللي هو 120 او 127 وفي دلوقتي حاليا في ال 220. في ايه؟ 220. هنعرف او عرفنا قبل كده ليه 110 و 220. الثري فيز طبعا بتاع لو انا كان السنجل فيز عندي 120 او 110 بيبقى الثري فيز بتاعه تمام 220. الثري لو السنجل فيز عندي 220 بيبقى الثري فيز بتاعه 380 او 400 وده بيبقى سيتنج طبعا في الترانسفورمر بعتقد ان احنا حكينا عنها يعني كتير جدا في المحاضره اللي فاتت. طيب من بعد 1 كيلو اللي هو من اول 1000 فولت لحد كام بقول عليه ميديوم؟ حد فاكر؟ من كام لكام ميديوم؟ 33 ولا 66 ولا كام؟ 66 ولا 36؟ من 1 كيلو 66 ده من 1 كيلو 66 كيلو صح؟ من 1 ل 66. طب حد يعرف السعوديه هنا الميديوم فولتج بتاعها كام؟ 33 ولا 36؟ 13 طبعا احنا الباشمهندس بيقول اشمعنى يعني احنا في المحاضره اللي فاتت طبعا عرفنا الرينج ده مبني على ايه؟ القيم دي مبنيه على ايه؟ طبعا دي بتعتمد على محطات التوليد الجنريشن تمام؟ حسب المولدات المستخدمه بقدر اشوف ان انا بشتغل على 110 وعلى 220. ده بيبقى حسب الاحمال اللي انت هتبدا تستخدمها. يعني انا مثلا عايز جهاز شغال على 110 في جهاز ثاني شغال على 220. حد يقدر يقول لي الفرق بين الاثنين؟ طيب يعني ايه الفرق بين 110؟ الكلام ده انا شرحته المره اللي فاتت الناس اللي كانت حاضره. ايه الفرق بين السنجل فيز 110 و 220؟ احنا كنا 110 في السعوديه، ايه اللي خلانا نروح ل 220؟ ما كنا كويس قاعدين على 110. ايه؟ من المعادلات، حد فاكر المعادلات؟ يعني خدنا لسه دلوقتي خدنا شويه حاجات، خدنا الاي وخدنا البي وخدنا الار. ودلوقتي هناخد البي
والاي. شويه المصطلحات دول لو انت رتبتهم مع بعض كده هتطلع اجابات على حاجات كتير جدا، بس تبقى فاهمهم. ايه اللي انا استفدته لما رحت من 110 ل 220؟ خفضنا الامبير وبالتالي ايه اللي حصل؟ مهمه جدا المعلومه. وبالتالي امطار الاسلاك هيحصل لها ايه؟ هتقل. طب ولما تقل ايه اللي هيحصل لنا يعني؟ لان السلك لما بيكون تخين بسعره بيبقى غالي، صح؟ يبقى انا اقلل مساحه مقطع الكابلات، انا بوفر كوست، بوفر كوست. طيب الرينج بتاع الميديم فولتج، الميديم فولتج بتوفر اه، بس في مشكله اللي هي لا لا 220 غير 110. لا هي قصه ال ده بالعكس، قصه اللدعه دي او التيار، التيار هنا قل يعني، التيار قل يعني. انت لو كنت هتتلدع دلوقتي نص لدعه بالبلدي كده يعني، انت ما احنا لما قللنا التيار هو شعورك بالكهرباء والكلام ده هيجي برضه يعني. انت الرد يعني السكن او البشره بتاعت الانسان ولا يعني ولا عز بالله في في الحرائق بتاعت الكهرباء تلاقي جسم الناس بيتفحم، الجلد بتاعه بيتفحم، تمام؟ هنبدا نشوف انا اقدر اتحمل كهرباء قيمتها كام؟ امبير لمده كام ثانيه؟ هيجي الكلام ده ان شاء الله، تمام؟ فانا عايز بس عشان ما اطلعش من الموضوع، انا بتكلم دلوقتي على حاجتين، اتكلمت في الاول على الجزء الخاص بالفي والاي والار، الكلام ده شرحته. دلوقتي بتكلم على النوعين الرئيسيين في الجهد او التيار اللي هما الاي سي والدي سي. في حد مش مركز؟ كله مركز، تمام زي الفل. وقلنا ان انا لما هدخل في الاي سي هلاقي عندي في حاجتين، في عندي سنجل فيز و3 فيز. السنجل فيز لو كان السنجل فيز 110 او 220 بيبقى 3 فيز بتاعه 220، لو كان السنجل فيز 220 بيبقى 3 فيز بتاعه 380 او 400، تمام؟ حسب السيتنج بتاع الترانسفورمر. طيب انت في السعوديه بدر الشبكه بقت محدده 432 يعني اللي تحت ده كانسل خلاص. ده غلط. لا هو ما اتكنسلش عشان الناس برضه بتبقى عارفه ايه اللي بيحصل في شركه الكهرباء. دايما ما بيقدرش، ما فيش حد هيقدر يغير من النظام مره واحده، فبيعمل احلال وتجديد. يعني هو المحول ده خلاص هنشيله وهنركب محول تاني جديد، هيبقى الدخل بتاعه 13.8 والخارج بتاعه 3 فيز 400 والسنجل فيز بتاعه 220 او 230، خلاص؟ فهو بيعمل احلال وتجديد، احلال لحد ما يخلص القصه بتاعته. طبعا لما احنا هنبدا نشوف هناخد دلوقتي في ايه، انا لو انا عندي مثلا سي رسمت كده ترانسفورمر، هنشوف الكلام ده في الكابلات. دايما اللي قبل الترانسفورمر ده ميديم فولتج، اللي بعد الترانسفورمر ده لو فولتج. يبقى ايه فايده الراجل ده؟ تحويل الجهد المتوسط الى جهد منخفض. وهناخد انواع المحولات في محاوله المحاولات، في ستيب اب وستيب داون، وفي محول ولا بيخفض ولا بيرفع. حد يعرف اسمه ايه؟ ازرق. ولا هو ستيب اب ولا هو ستيب داون؟ محول ربط. محول عزل. محول عزل، برافو عليك. ايزوليشن ترانسفورمر، ممتاز. طيب اللي بيسموه بتوع اتصالات الالكترونيات في الاجهزه الصغيره اسمه بافر ترانسفورمر، تمام؟ بافر ترانسفورمر. المهم دلوقتي انا عرفت ان في ديفايس هنا اسمه ترانسفورمر هاي يدخل له كابل هنا، الكابل ده المفروض كابل بيسموه كده كابل جهد متوسط، كابل جهد متوسط. ميديم فولتج كيبل، هنا كابل جهد منخفض. ده الكلام ده هنبدا نشوفه في المحاضره دلوقتي. طيب هنا بوريلك طبعا لو انا عندي لوحه، لو انا عندي لوحه بيبقى داخل اللوحه لو انا بقيس من لاين للاين، او عن اللاين احنا بنسميه هوت لاين او بيسموه الفرده الحيه، تمام؟ النقطه اللي فيها كهرباء، لو انا عندي فرده حيه ونيوترال، تمام؟ ده هنسميه فيز. يبقى الفيز عباره عن ايه؟ عباره عن سلك فيه كهرباء وسلك نيوترال. طب هو ايه الفرق بين النيوترال والارث؟ الكلام ده انا قلته برضه المره اللي فاتت. حد يعرف الفرق بين النيوترال والارث؟ اللي بيدخل جوه الدايره عندك بيدخل على الاحمال والكلام ده، النيوترال ولا الارث؟ ليه؟ الارث ده ما بيدخلش ليه طيب؟ هو اللي بيكمل الدايره النيوترال، دي معلومه مهمه جدا، اللي بيكمل الدايره عندي عشان تبقى كلوزد سيركت النيوترال وليست الارث. امال الارث ده فايدته ايه يا باشمهندس؟ برودكشن من ايه؟ من الشورت. الكلام ده مظبوط، بروتكشن من الشورت. انا بعمل على فكره شورت سيركت بروتكشن على اللوحه نفسها، وبعمل شورت سيركت بروتكشن على البريكر، وبعمل بروتكشن على
هل الايرثنج هو من الشورت مفيش مشاكل يعني تتعدي، بس هو الهدف الرئيسي من التقريض اللي هو ايه؟ او الطرف بتاع الارضي حمايه الشخص والمعده من ايه؟ من الكسر من الشحنات اللي هي مين؟ الاستاتيك الكتريك تمام؟ او الاستاتيك تشارج الشحنات الكهرومغناطيسيه دي اللي موجوده. لو انت لمست مثلا زي جهاز كمبيوتر او اي معده تيجي تلمس كده تلاقي نفسك بالكهرباء. لو الطرف بتاع ولذلك انت لو بصيت على اي جهاز كمبيوتر هتلاقي الباور سبلاي بتاع الكمبيوتر ده واخد سلك هو من جوه كده من الباور ولحمه في جسم الجهاز، رابط كده مسمار في جسم الجهاز. احنا بنيجي من اي ماشين كده ونروح واخدين منها طرف تقريض ورابطينه في الارض. هنشوف الفرق بين الارضي والنيوترال. انا عايز اقول هنا لو انا خدت بالاف طرف بين الهوت كونتاكتور والنيوترال وقست هلاقي سي مثلا 110 او 120 في حاله السنجل فيز تمام. لو عندي السنجل فيز ب 110 لو السنجل فيز ب 220 هلاقي ب 220. طب هنا هو بيعمل ايه لو انا خدت بين اثنين كونتاكتور؟ هو في ناس عملت كده لما كانت الناس شغاله على ال 110 كنت انت بتاخد فرده من ايه؟ من اللاين وفرده من النيوترال وتديهم للحمل صح؟ كده الحمل ده خد 110. طب لما الناس بيجي لك اصلا 110 على يعني فرق الجهد بين اللاين والنيوترال جاي لك من الشركه 110 وانت عايز تغذي حمل عندك 220 تعمل ايه؟ تاخد واحده لاين وواحده لاين تمام؟ يبقى الفرق لو لذلك انت بتتعامل مع فرق الجهد. فاكر الماسوره؟ لو كانوا الاثنين ليهم نفس الجهد البيلي ده مش هيتحرك. لو فرق الجهد ده زاد تمام؟ يبقى البيلي هيتحرك اكتر. يبقى انا عايز اعمل فرق جهد يبقى من 0 ل 110 وبعد كده من كام؟ من 0 ل 110 تحت كان سالب 110 يبقى الفرق بينهم كلهم كام؟ 220. يبقى انا كده عملت 220 بالرغم ان السورس اللي جايني المحول بتاعي في الشارع ده بيطلع 110 بس انا شغلت. ولذلك تلاقي بعض الاماكن الشقق او البيوت فيها 110 و220 110 لسه ما حولتش والمنطقه كلها فيها 110 و220 عمل ايه؟ خد فرده من ال 110 مع النيوترال واداها لك انت كده خدت 110 خد فرده هوت مع فرده هوت تاني واداها للحمل يبقى انا كده خدت كام؟ 220 سنجل فيز 220 سنجل فيز 3 فيز 220 لا الثري فيز هنا هيبقى لو انت بتاخد 3 فيز هيبقى 220 تمام. الثري فيز القديم 220 احنا قلنا ال 110 الثري فيز بتاعها 220. لما باجي اشتغل على المصطلح مهم جدا اللي هو الباور يعني انا دلوقتي عايز اشوف اللمبه دي دخلت لها كهرباء طلعت اضاءه نور تمام او اي حاجه اديتها كهرباء طلعت هيت تمام كده عمل عمليه تحويل. يبقى انا كده بدات احس ان في باور بتتسحب بواسطه الحمل عشان اشغل مروحه مثلا عشان اشغل تكييف في باور بتتسحب. طب الباور ده عباره عن ايه؟ الباور عباره عن حاصل ضرب فرق الجهد في مين؟ في شده التيار. حاصل ضرب فرق الجهد في شده التيار. كان اول قانون كان في بتساوي هاي بار مش عايز ادخل في القوانين كتير لان شرحته بالمحاضره اللي فاتت. بعد كده في عندي قانون البي بي بتساوي اي في بي. هل القانون ده بس هو اللي شغال على الباور عشان في ناس دخلت الكليه وطلعت من الكليه ومش عارف معادلات الباور لحد دلوقتي. ده انا بستخدمه امتى؟ ده انا بستخدمه في حاله الدي سي. طب لو في حاله الاي سي سنجل فيز حد فاكر المعادله؟ في بي بي بتساوي اي في بي كوزاين فاي ودي مهمه جدا اللي هو مين؟ الباور فاكتور. الباور فاكتور ومن احد الشغل بتاعنا الرئيسي كمهندسين كهرباء انك هتعمل تحسين لمعامل القدره او تحسين للباور فاكتور ان احنا بنستخدم كباستور بانك او غيره تمام. في عندي معادله ثالثه اللي هي بي بتساوي جذر 3 اي في بي كوزاين فاي. خلي بالك المعادلات دي احتاجها دلوقتي في الكابلات. المعادلات دي احتاجها في الكابلات واشوف مين بقى مركز ومين مش مركز. يبقى انا وصلت لمعادله الباور تمام. طيب طبعا هنا الجزء ده من الحاجات المهمه جدا بقى في الكابلات اللي هي المعادله دي. المعادله دي معناها ايه؟ انا هنا عايز اتعامل مع المقاومه يا شباب. المقاومه في عندي قانون لازم تبقى حافظه كويس جدا. لازم تبقى حافظ القانون ده كويس جدا اللي هو ايه؟ ار بتساوي رو تقل عليه. يا ريت كل الناس تكتب القانون ده عشان بدايه الشغل بتاعنا. ار بتساوي رو تقل عليه.
الريسيستنس، الريسيستنس اللي هي بالاوم بتساوي الرو المقاومه النوعيه مضروبه في ال اللي هو اللينس طول السيف مقسومه على الكروس سكشن اريا. شغلنا في الكابلات كل النهارده تمام مبني على المعادله دي. يعني المفروض كل ما يطول السلك الريزيستنس بتاعته بيحصل لها ايه؟ تزيد. طب الريزيستنس تزيد ده معناه ايه بالنسبه لي؟ هيحصل فولتج دروب، هيحصل هبوط في الجهد، ودي من اكبر المشاكل عندي في الشغل. يعني انا مثلا زي الناس بتوع الاتصالات يقول لك ايه؟ انا واخد من السويتش جاب رايح للنقطه للجهاز الفلاني ده تمام؟ والله الجاب ده انا واخده مثلا 200 متر، تلاقي في اول الجهاز عند السويتش الناس مركبه وشغاله نت. الجهاز اللي انت خدت منه 200 متر ده تلاقي النت مش واصل له. ليه؟ لان الكابل اللي انت وصلته اليو دي بي ده وصلت 200 متر ما قالتش الداتا اللي مكتوبه على الجبل ان الجبل ده اخره 100 متر وهيحصل بعد ال 100 متر يحصل اتنويشن للسيجنال. السيجنال بتموت، يعني هي بدات كانت اشاره اي سي كبيره كده. انت لسه صاحي الصبح كده وقوي وكل مالك وتضعف 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 وتضعف، الاشاره دي بتقل اهي كده 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 لحد ما يحصل لها ان هي بتوصل هنا للديفايس او الجهاز ده بيحصل ان هي ضعفت جدا وشبه ان هي مش موجوده، بتحصل اكتنويشن. نفس القصه بتحصل عندي في الكهرباء بنسميها فولتج دروب. فولتج دروب يعني تلاقي الراجل واخد كابل مثلا من لوحه ورايح لحمل مضخه مثلا وبتبدا تظهر جدا في المضخات في البامبس. على اخر البامب انا مشيت مثلا 300 متر 400 متر اقيس هنا الجهد بلاقي 3 فيز 380 مظبوطين، اروح اقيس هنا الاقيه ليه 300، فده معناه ان الجهد قل هبط، حصل هبوط في الجهد. هبوط الجهد ده نتيجه طول السلك، ده احنا هنبدا نتعرف عليه بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله. المعامل الاولاني اللي هو الرو ده بيعتمد على نوع ماده السلك، نوع ماده السلك هنشوف ايه الانواع. ال اللي هو اللينس اللي هو طول السلك، بعد كده ال ده اهم حاجه عندي بيسموه كروس سيكشنال اريا، مساحه مقطع السلك، مساحه مقطع السلك. طيب بشرح هنا حاجه مهمه جدا اللي هي تاثير درجه الحراره. تاثير درجه الحراره كذا حد لما باجي اشرح الكابلات يقول لي ليه موجود في كل الكتالوجات بتاعت الكابلات يكتب لك رو مثلا تمام او ار للكابل ده عند 20 درجه ال 20 درجه سيليزيوس. ايه تاثير درجات الحراره على الكابل؟ تاثير درجات الحراره على الكابل ده مهم جدا، هنشوف دلوقتي التاثير ده هيظهر معانا ازاي. طبعا هنا ملخص للمعادلات وهندخل في الكابل والانواع المصنعه او اللي بستخدمها في تصنيع الكابلات، ده لسه هيجي. وهندخل على ان في مواد بيسموها النيجاتيف تمبريتشر كوفيشن اللي هي هشوف دلوقتي لما اسخن ماده معينه هل المقاومه هتزيد ولا تقل؟ لما اسخن المقاومه هتزيد ولا تقل؟ تمام؟ هنشوف الكلام ده بالتفصيل. بعد كده في حاجه بيسموها الاومز لو واللي هو ملخص القوانين اللي احنا خدناها بتاعت الباور، بي بتساوي اي في في، بي بتساوي اي في في كوزاين فاي، وبي بتساوي اي في في جذر 3 كوزاين فاي، والمعادلات العلاقه دي ما اعتقدش ان في حد لسه مش عارفها، الكلام ده احنا شفناه بالتفصيل المره اللي فاتت. وقفنا بقى في المره اللي فاتت على الجزئيه دي، انواع الباور. انواع الباور. ايه هي انواع القدره؟ حد يعرف انواع الباور يقول لي انواعه؟ حد يعرف انواع الباور؟ في اكتف باور والرياكتف باور وايه؟ الابيرنت باور اللي هي بيسموها ايه؟ القدره الكلية. تمام؟ طيب فاكر انت زمان كان في كتاب المهندس عبد المنعم شعبان كان حاطط لك كده زي مقف، في ناس كتير بتشرح الحته دي، مقف كده بقول لك عشان اقول لك يعني ايه اكتف باور تمام؟ بيعمل ايه؟ بيقول لك انا لو عندي بيبسي علبه بيبسي هفضيها هنا في الكوبايه دي، ايه اللي بيحصل؟ باخد جزء هنا كده اللي هو السائل بتاع البيبسي، وهيحصل هنا هلاقي جزء اللي هو مين؟ الرغوه والفول، صح؟ بيقول لك ان البيبسي ده اللي هو السائل هو الماده الفعاله اللي انا بستفيد بيها. اما الجزء بتاع الرغوه اللي فوق ده انا مش هستفيد بيه. طبعا الكلام ده شبه صحيح
على الوضع يعني المثال ده ما ينطبقش كده بالظبط. ليه؟ لان احنا هناخد دلوقتي العلاقه بين البي اللي هي الاكتف باور والكيو اللي هي الاكتف باور والاس اللي هي الابيرنت باور في المثلث ده مش علاقه سكيلر، علاقه فيكتور. حد يعرف ايه الفرق بين الفيكتور والسكيلر؟ ايه الفرق بين الكميه القياسيه والكميه المتجهه؟ لازم الكلام ده تبقى عارفه كويس جدا. طب هسال الباشمهندس اللي ورا، اسم حضرتك ايه؟ مش انت اللي جنبك؟ ايوه انت. انور. مهندس انور. هل انا مضطر ان انا الاقي الفوم ده في البيبسي موجود؟ في البيبسي ده تبع علاقه ايه اللي هي بالجنب؟ غلط. طب لو حطينا كولا هتبقى علاقه صح؟ ولا كولا طبعا. طيب ماشي. انا دلوقتي هسالك سؤال، هل انا مضطر ان انا الاقي الفوم ده؟ مضطر. هو طبيعه البيبسي او الكولا ده بيعمل اللي هي الرغبه صح؟ هل انا مضطر ان انا الاقي؟ طب واحد يقول لك يا عم خلاص يا عم انا الغي كل الكيو دي اللي هي الرياكتف باور وعايز كله يبقى اكتف باور، هل ينفع؟ نعم. طب ايه الاستفاده من الرياكتف باور؟ لما انت مخنوق منها عايز تقللها صح؟ هدفنا كل الناس تقلل الرياكتف باور. هل ينفع اوصلها للصفر؟ لا مش هينفع. مش هينفع صح؟ بقللها بس ما اقدرش اوصلها للصفر، يعني كل الهدف بتاعك فاكر انت من المعدات اهو بي تساوي اي في في صح؟ كوزاين فاي. قصة الفيكتور ان انا لما باجي في المقاومات بلاقي التيار والجهد ان فيز، يعني هما ولذلك طلعت كلمة فيز، كلمة فيز معناها ايه؟ طول او زاوية. تمام؟ لما ببص على مقاومة بلاقي ان جوه المقاومة لو انا قست التيار والجهد لاقيهم ماشيين في نفس الاتجاه، بمعنى انا ماشي كده اهو ماشي على الخط ده التيار، بعد كده جاي الجهد منطبقين على بعض، الزاوية بينهم كام؟ صفر. في الرياضة كوزاين صفر بكام؟ بواحد. يبقى أنت لو كان الزاوية بصفر يبقى الفي والاي منطبقين، يبقى كوزاين صفر بواحد ترجع المعادلة دي بتساوي اي في بي. ومين الكوزاين اللي بي بتساوي اي في بي ده؟ احنا قلنا في الدي سي. تمام؟ طيب نرجع تاني، الرياكتف باور جت من فين؟ يعني في ناس كتير جدا يقول لك يعني ليه يعني بستخدم الرياكتف باور؟ حسب طبيعه اللود. احنا عندنا الاحمال بتنقسم الى ثلاث حاجات، يا اما السيستم مقاومات او رياكتف او كوندكتر الرياكتف اللي هو ايه؟ الكويلز. برافو عليك. يبقى انا عندي يا اما ملف يا اما مكثف يا اما مقاومه صح؟ المقاومه دي بيبقى التيار والجهد يا ام فيز، فالزاويه بصفر كوزاين صفر بواحد، فكانك بتشتغل دي سي. طب لو الحبل ده ملف، لو انت فاكر الملف والمكثف الزوايا بتاعتهم عكس بعض، يعني في حاله الملف التيار بيسبق الجهد بزاويه سيتا مثلا او فاي. لو ده كده اي وده في هتروح تلاقي هنا فاي. ده معناه ايه؟ مش احنا لما كنا ماشيين جوه ماتيريال مقاومه كان التيار والجهد ماشيين في نفس الخط فمفيش زاويه بينهم؟ لا انا ماشي كده تمام، مشيت كده على البلاط ده ولقيت الجهد ماشي كده يبقى في زاويه. احنا كنا كده منطبقين في الاول، لا بقي في زاويه. الانجل دي اللي ظهرت، الانجل دي نتيجه طبيعه مين؟ الحمل، لان معظم الاحمال عندي كويس. الملفات هلاقيها فين؟ في الموتور بتاع التكييف، في الموتور بتاع المروحه، في الموتور بتاع، مش انا عندي كل الشغل مواتير اللودز تمام، البمبات كل الكلام ده شغال بمواتير، يبقى طبيعه الحمل هي اللي جت ووصلتني ان انا يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي رياكتف باور. يبقى ردك على سؤال انا ليه مضطر رياكتف باور؟ لان طبيعه الحمل عندي رياكتف. طب والرياكتف ايه اللي بيحصل فيه؟ لازم يبقى فيه انجل الكوزاين فاي. طب انا اصلا بستفيد منه ايه يعني ان هو رياكتف؟ فايه اللي بيحصل؟ كون المجال بقى مفسيد داخل الملفات عشان الموتور يبدا يلف يشتغل. عشان الموتور يبدا يلف لازم ياخد ايه في الاول؟ ياخد شويه شحنات كهرباء مغناطيسيه كده او مغناطيسيه. فاكر انت التكوين بتاع الموتور او الجنريتور بيبقى عباره عن ايه؟ روتور وستيتور تمام، العضو الضار والعضو الثابت دول. فايه اللي بيحصل؟ لازم يكون في شويه مغناطه في الاول. يبقى شويه المغناطه دول اللي بيضيعوا، مش بيضيعوا كده بقى، لا ده هم بياخدهم الجسم عشان يبدا يعمل الستارتنج.
طب انا مضطر ما لو مفيش شويه المغناطيس اللي ضاعوا اللي هم اللي عملوا الزاويه دول هو اصلا مش هيشتغل يبقى انا مضطر للرياكتيف باور لان الرياكتيف باور دي زي ما بنقول هي عباره عن قدره انا مش مستفيد بيها تمام بس القدره دي ضروريه للتشغيل والكلام ده انا هشرحه لك هنا اهو بالتفصيل. طبعا احنا لو شفنا كان في عندي هنا كده مثلث بيوضح لي الباور اللي هي الاكتف والرياكتف ومين والابيرنت اللي هو معدل او المثلث ده. لو انا عندي ادي الزاويه باي تمام عندي هنا البي وده الاس اللي هي القدره الكليه ده الكيو الهدف بتاعي ان انا اقلل الكيو صح؟ اقلل الكيو بقدر الامكان بس مش هقدر اوصله للصفر. لما بقلل الكيو ايه اللي بيحصل؟ الزاويه بتقل كل ما الزاويه تقل القيمه بتاعت الكوزاين كلها هتحصل لها ايه؟ تزيد. طب انا مش حاسس بالموضوع بتاع الكوزاين فاي اللي انت بتحكي بيه. تعال اقول لك لو انا عندي كهرباء 1000 فولت امبير ورحت ضاربهم هنا كانت الكوزاين فاي دي 8 من 10 ف 1000 بكام؟ ب 800 يبقى انا دخلت 1000 فولت امبير طلع عندي 800 يعني انا خسرت 200 في قصه المرمطه بتاعت اللفات صح؟ عشان ابقى حاسس بالموضوع. طب لو انا حسنت الباور فاكتور يعني خليت الكوزاين فاي دي بقت 95 من 100 يبقى انا طلع عندي كام؟ 950 يبقى انا دخلت 1000 خسرت 50 ولذلك الناس بتدفع فلوس انا بتكلف كوست في ان انا بحط كلاستور بانك بحط في ستات كام بحط دلوقتي محطات طاقه شمسيه كامله او محطات ويند في اماكن معينه في الشبكه على اساس ان انا احسن الباور فاكتور وازود الاستابيليتي بتاعت الشبكه. ده يمكن هو موضوع البحث بتاعي في الدكتوراه. فانا اللي عايز اوصله لك ان انا عندي الزاويه دي بتنشا من فين؟ ان الاحمال طبيعتها ايه؟ اندكتد او كويلز. فشويه كهرباء او شويه باور بيضيعوا في مغناطيس مين؟ الكويلز دي في الاول وبالتالي انا مضطر على الحاجه دي وهي اللي بتبدا تظهر لي من خلالها القصه بتاعت الكوزاين فاي وانا كل اللي بقدر اعمله ان انا بقى احسن من قيمه الكوزاين فاي. طب انا عشان اقلل بص كده هذه الزاويه ايه؟ الزاويه دي مثلا سي 30 لو انا قللت قيمه الزاويه قيمه الكوزاين هتزيد يبقى انا هدفي اعمل ايه؟ اقلل الزاويه. هات كده تركز معايا في السهم ده كده هتطلع كده كان هات واحد تاني كده عكس انا عايز ادي ده الافقي سي مثلا هو التيار وادي الجهد شد يا عم من تحت قلل الزاويه. مين اللي بيعمل عكس شغلانه الملف؟ المكثف. يبقى انت بتركب مكثفات عشان تقلل الزاويه ولما تقلل الزاويه قيمه الكوزاين فاي بتزيد ولما تضربها في القيمه بتاعتك اللي كانت 1000 يبقى انت كده الباور كلها زادت. يبقى انت الكيو اللي هي تعتبر لوسز بالنسبه لي او مفاقيد قلت. تمام؟ لحد النقطه دي في حد مش فاهم؟ طيب الحمد لله. هيفضل بقى اخر مصطلح في البيزكس اللي هو الانرجي. ايه الفرق بين الباور والانرجي؟ احنا عرفنا انواع الباور. هراجع دلوقتي كل الناس اللي قاعده هتتزهق. كان محدش ينام. ايه الفرق بين الباور والانرجي؟ فاتورة الكهرباء اللي بتجيني باور ولا انرجي؟ باور. ناس بتقول باور وناس بتقول انرجي. هي ينفع تبقى باور؟ طب يا باشمهندس باور ولا انرجي؟ باشمهندس اللي ورا هي باور بتتحول لانرجي. طب ايه الفرق بين الباور والانرجي؟ دي المعادله. الزمن. انا بستهلك يعني انا دلوقتي مشغل اللمبه دي ولذلك احنا لما بنيجي نحسب الاحمال في الطاقه الشمسيه بنحسبها حسب الاحمال اللي شغاله. ما تقوليش الموتور ده مثلا 1 كيلو 1 كيلو وات تمام؟ 1 كيلو وات ده هيستخدمه في الساعه. لو انا شغلته 10 ساعات يبقى هيستهلك كام؟ 10 كيلو. يبقى تعريف الانرجي الاماونت اوف باور ايزر كونسيومد او بروديوس اللي انا بستهلكها او بنتجها. لما هنروح طاقه شمسيه كده تلاقي الناس يقول لك يا مستهلك ايه؟ يا منتج. في مين؟ في الطايم. يبقى الفرق بين ولذلك انت لو بصيت في الفاتوره هتلاقي الفاتوره بالانرجي خلاص؟ هتلاقي مكتوبه ازاي؟ كيلو وات ساعه. كيلو وات ساعه في ساعه يعني. تمام؟
لان البي بتساوي اي على تي. ما تقلبهمش بالله عليك، ناس كتير جدا بتقلبهم. الباور بي بتساوي الانرجي على التايم. اقدر اقول لو ضربت دول في بعض يبقى الانرجي بتساوي الباور في التايم، وهو بيجي لك الفاتوره دي بتجي لك بايه؟ بالانرجي. باور اللي هي كيلو وات في مين؟ في الزمن بالساعه. انا خلصت الجزء الاولاني، هدي لك دلوقتي ورقه تمام زي وحده القياس بتاعت الانرجي كيلو وات ساعه تمام، او ليها وحدات ثانيه زي ايه؟ حد يعرف جول؟ الجول تعريف الجول ده وحده قياس الانرجي، هو عباره اي تعريف على فكره تتزني فيه. خد الوحده، خد الوحده بتاعته تمام، خد الوحده بتاعتك. يعني انا لما اجي ناخد يقول لك الحصان، عايزين نعرف الحصان ده بتاع ايه. يبقى الحصان ده شوف والله وحده قياس الباور بالحصان. هنبدا ندخل دلوقتي بس في موضوع الحصان والجول بالتفصيل. معلش كل واحد ياخد ورقه هيكتب اسمه ورقم تليفونه كده على السريع ويجاوب على خمس اسئله. لو انت جاوبت عليهم برافو عليك ممتاز، لو ما جاوبتش عليهم خلي الورقه معايا في اخر المحاضره تمام، وهتعرف اجابه الاسئله دي من خلال الشرح دلوقتي ان شاء الله. شغل المبذول مقدرا بالجهول رفع وتعريف الباور اصلا كده. خمس دقايق يا شباب، كل واحد بس يكتب اسمه ورقم تليفونه. ضروري تكتب الاسم ورقم التليفون عشان هنعمل جروب واتس نحط عليه الماتيريال ان شاء الله. بعد الورق دي هنراجع اللي خدناه، فالناس تبقى مركز عشان الناس ما تنامش. احنا جايين عشان نفيد بعض، مش واحد يشرح والناس قاعده كده نايمه وخلاص. انت جاي تستفيد. مش هقول بقى في واحد شغال في السوق مش عارف الكروس سكشن هنا بتاعت الكابلات، لازم تبقى حافظهم او شويه منهم على الاقل.
بس خلصنا شباب. في حد لسه بيفكر؟ هات شكل الحاجة. جو باكس. الموضوع مش صعب يعني بسيط. طيب هنلم الورق ونصلي تمام، نصلي ونرجع بقى ندخل في الموضوع بس على السريع كده يعني 5 دقايق هنصلي ونرجع بقى.